طالب العلم في طلبه للعلم إنما يقصد وجه الله سبحانه وتعالى. أول العلم الاستماع، لولا الكتاب ما حفظنا. من لم يكتب العلم فلا تعد علمه شيئا. يقول الشاطبي: إن أنفع طرق العلم الموصلة إليه، الموصلة إلى غاية التحقق به، أخذه عن أهله المتحققين به على التمام والكمال. يقرأ الكتب في الفهرس على الأقل: كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الجنائز، كتاب الزكاة، كتاب الصيام، كتاب الحج، كتاب الجهاد، كتاب البيوع، وهكذا. ولتقصدوا أربعة قبل ابتداء تعلم لكي تفوزوا بالهدى. أولها الخروج من ضلالي، والثاني نفع خلق ذي الجلال، والثالث الإحياء للعلوم، والرابع العمل بالمعلوم. ومن الشائع في كلام العلماء: من دخل في العلم وحده خرج منه وحده. وإنما يطلب العلم بالقراءة على الشيوخ. نادي الاقتصاد الإسلامي لكل طالب علم يبحث عن التأصيل والتميز.